يونس البولماني، مدينة أرفود، مواليد 1984. بالنسبة للموسيقى بديتها في سن مبكر، تقريبا 15 عام 14 عام، واستمرت فيها حتى لواحد الوقيتة. يعني كنت نخدم في الأعراس بزاف، في حفلات وفي فنادق. من بعد انتشر واحد الفيديو اللي راكو شفتوه كاملين، داك الفيديو هو باش هو اللي جا وصلنا عندكم لهنايا، داك الشيء بالدعم ديال ولاد الشعب. ما سر النجاح ديك اغنية؟ السر باين تقريبا، السر كاين في الجمهور اللي كان في الاغنية، اللي كان في ديك اللي كان حاضر في داك الفيديو، في البساطة ديال الاغنية. جاوا فين كاين السر تقريبا؟ واش كاين شي مشاريع؟ بالنسبه كاين اغاني جداد يعني تسجلنا، وكاين واحد الاغنيه نتاع المنتخب تسجلات، وغادي نديرو لها فيديو كليب وان شاء الله تحط قريب ان شاء الله. وكاين شي اغاني اخرين ما بغيناش نحطهم في هذا الوقت حاليا وصافي. الراي ديالكم مقاطعه؟ المقاطعه يعني الشعب المغربي كامل مقاطع واحد الحاجه، يعني انا واحد من الشعب، اني فين ما كان الشعب راني معاهم. من هذا المنبر كنبغي نقدم الشكر للناس طنجة، عروسة الشمال، والناس اللي كيتابعونا من طنجة. شكرا.